انت المطعمه؟ كان يا مكان ويحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كان في ولد شقي جدا قدام مامته، فصار شقي ليه؟ مامته شايفاه شقي علشان بيسال كتير وعايز يعرف حاجات كتيره. مامته كان في يوم كانت مقشره تحت قرايه وحاطه له كوبايه عصير جوافي جميل ولذيذ باللبن. بصوها كده، ماما انا تعبت مش عايز اكل الحاجات دي، انا عايز اكل بونبون. لا يا حبيبي، احنا المفروض ناكل الحاجات المفيده. قال لها طيب انا عايز اعرف بقى يا ماما، بقى قولي لي ايه المفيد في البرتقاله دي؟ عمال افصص فيها والاقي شعر. ايه ده يا ماما؟ قالت لي دي حاجه مفيده جدا، فاكهه ربنا خلقها لنا بالذات في الشتاء. الشتاء؟ اشمعنى الشتاء يا ماما؟ قالت له لانها بتحمينا من البرد. ايه هو البرد؟ البرد ساقعه. قال لها ان انا ابقى ساقعه؟ قالت له لا يا حبيبي، ان انت تبقى مناخيرك وجعان وعينيك بتدم وعمال تكح وصدرك وجعك قوي. كل ده البرتقالايه الصغنونه اللي مش عاجباك دي بتحميه، وكمان عصير الجوافه الحلو، وعارف كمان ايه؟ عصير البرتقال الليمون الجميل اللي انا ساعات بعمله لك، والفراوله اللي انت ما بترضاش تاكلها. لا ايه ده، ايه ده؟ كل الحاجات دي تخلي البرد يمشي ويروح من عندي؟ قلت له اه. ازاي يا ماما؟ ازاي يروح من عندي؟ قالت له عشان ربنا خلق جوه البرتقاليه دي فيتامين صغير اسمه فيتامين سي، يحمينا من كل حاجه تجيب لنا برد، ويخلي الفيروس اللي بيجيب لنا برد يمشي بعيد كتير، ما يبقاش تحت جوه جسمنا ولا يعيش جوه جسمنا، واحنا نبقى صحتنا كويسه وجمال وحلوين. فاسر قال لها يا ترى يا ماما، يا ترى احنا انا عرفت ان البرتقاليه فيها فيتامين سي، بس يا ترى في ايه تاني؟ قالت لاختي البرتقاليه صغنطوطه اسمها ايه؟ استفندي. فيها فيتامين سي واصغر منها خالص وصفرايه وجميله وساعات لونها اخضر اسمها ليمونه، بس الليمون طعمه لاذع جدا ما نقدرش ناكله. فبنعمل ايه؟ بنقوم حاطينه على الاكل او نشرب عصير ونحط له ليمون كتير، نحط له سكر يا رب. لا روحي يا ماما. وكمان الكيوي اللي ساعات لونه اخضر وجميل كده. اه دي موزه. لا مش بص، الكيوي بنقطعه ونشوف كده وناكله. وكمان الجوافه، بس ماما ساعات بتحب تجي تعمل الجوافه عصير. وكمان دي يا ماما ايه؟ امال يا ماما ممكن اكل الجزر فيه فيتامين سي؟ قالت له اه. ايوه الجزر فيه فيتامين سي، بس ده الاكل بياكله عشان يبقى سريع ومضر يبقى قوي. هو بيحبني.